بعد تأجيل مراسم تشييع الشاب أحمد قاسم الذي قتل في مخيم نهر البارد منذ 3 أيام منعاً لزيادة التوتر داخل المخيم مع الجيش، بدأت مراسم تشييعه اليوم صباحاً من مستشفى الهلال في البداوي وصولاً إلى منزله في نهر البارد، حيث كانت أجواء التهدئة سائدة من قبل الجميع مع سير دوريات مكثفة للجيش اللبناني على تخوم المخيمين. مراسم الدفن أجلت لبعد صلاة العصر، قبلها كان الوضع هادئاً، أما بعد الصلاة فأصبح المخيم ساحة لسيارات الإسعاف التي أتت لنقل الجرحى، وأصبح الجامع منبراً للمنادات بإسعاف الجرحى داخل المستوصف من أطباء ومتبرعي دم وحتى سيارات لنقلهم. والله بقول كل هدي أعصابه إنه وضعنا لا يحتمل، الشباب هدي أعصابه والجيش هدي أعصابه كمان. أعداد الجرحى ما زالت حتى الساعة تتزايد داخل مستشفيات الهلال في البداوي ومستشفيي الخير والإسلامي، وللرواية كالمرة السابقة وجهين. الجيش في بيانه قال أنه بعد مراشقة بعض الشباب لدورية له بالحجارة رد بالقنابل المطاطية، أما الطبيب المعاين للمصابين في مستشفى الهلال وأحد الشباب ممن رشقوا الجيش بالحجارة كان لهم قصة مغايرة. هذه وصلتي أنا من مستشفى الهلال من مخيم البداوي، رأيت إصابات متعددة منها خطيرة وحرجة، في إصابة في الرأس لشاب عمره بحدود 17 سنة، وفي إصابة في الصدر كمان لشاب يعني بين 15 و16 سنة، يعني إصابات مباشرة. ما نوع الإصابات يعني؟ هل هي قنابل؟ هي رصاص؟ ما نوع؟ هي رصاص حي يعني، وكل الأطباء أجمعوا في مستشفى الهلال إن إصابات بالرصاص الحي. أول شيء ما حصل اليوم كنا بالأمس قد نبهنا له، إحنا كنا باللجان الأصلا اللي هي تابعت الموضوع من بداية الحدث لليوم. اليوم لا شك في أخطاء متبادلة من الجيش، وفي شباب فاير بفورة حمية أنه فقدوا أحد أصدقائهم. لكن هل مقبول أنه اليوم يزتوا على الجيش حجارة بوضع أنه في وضع توتر داخل المخيم؟ ليس مقبول أن يرموا بالحجارة، ولكن بالمقابل كنا نحذر. يعني عندنا مثل قديم بقول الدية على العاقل، أنت عم تحكي عن شباب وعم تحكي عن جيش منظم، لا يقبل الخطأ من جيش منظم كما يقبل من شاب فورة دم مثل ما بقولوا. هلا احنا أول شيء كان طالعين نشيع الشهيد، رايحين حتى ندفنه، شوية شباب وأنا معي طبعا نطلع ونبلش نزت حجارة على الجيش اللبناني. الجيش اللبناني حجارة وهيك يعني، وبيطلع من الجيش اللبناني، كان في 3 على مبنى بيطلعوا عليهم بلشوا يقوسوا. اول شيء بلش طلع واحد بالجفت، هاي انا شفتها يعني، كنت واقف منيح ما واقف قريب عليهم، طلع قوس على الشاب بالجفت وبالرصاص بلشوا. هلا انا كيف طلعنا معنا جرحى بالسياره، طلعنا الجريح قعد تقريبا ربع ساعه بالسياره، ما بدنا يخلونا نطلعوه، لو ما اجت السياره ما كنا طلعوه، اجت سياره الاسعاف. المعلومات تضاربت عن عدد القتلى والجرحى لترسو أخيرا على قتيل وهو فؤاد محي الدين اللباني، أما عدد الجرحى فوصل إلى 25، 4 منهم أصيبوا بالرصاص الحي وحال أحدهم حرجة جدا. كان في جنازة طالعة، المهم أي مين بواجبنا إحنا، وصلنا لمقر الطرب يعني، فجأة لو شباب وبلشوا يجردوا على الجيش، عرفت؟ هون بلشوا يرموا قنابل مثل الدموع هاي الاقتناء. أنا عم بسعى في الشباب يعني الأطفال، فجأة بقنصوني أنا بوقوع إيدي وأنا حامل الطفل. الجيش اللبناني حاصر المخيم ومنع دخول أو خروج أحد منه، أما لجان وفصائل المخيم فعقدت اجتماعات ليلية مكثفة في محاولة لإعادة